طيب افرض ان انا ادركت الامام في التشهد الاخير، اقدرت الامام فين؟ في التشهد الاخير، اعمل ايه؟ الافضل لك انك انت ان دخلت معاه ما تعتبرش نفسك انك انت ادركت الصلاه مع الامام، كانك انت لسه مستقل، ويحق للغير ان يهتم بك، انك كانك انت تصلي منفردا، ده في مذهب الامام مالك. طيب انا ادركت الامام في الركوع في التشهد الاخير، وانت حسبتني ان انا منفرد كملكي منفرد، بمعنى ايه؟ انك انت اذا جاء احد ياتم بك ليأتم، ليه؟ لأنك أنت منفرد. لو كنت أنت أدركت الإمام في الركعة الأخيرة لا يصح الائتمام بك، لأن عند المالكية لا تصح الائتمام بالمسبوق، لا يصح الإمام بالإيه؟ الائتمام بالمسبوق. أي لكن ما دام أنت ما أدركتش ولا ركعة كأنك أنت لم تدرك شيئا، فأنت منفرد ويصح للغير أن إيه؟ أن يأتم بك كأنك أنت منفرد. دي خلافات بين الإيه؟ بين الفقهاء. صحيح يعني قد لا نحتاج إحنا إلى هذه الجزئيات، لكن من باب العلم، بس من باب الإيه؟ العلم. طبعا أبنائنا طلاب علم حيتمر بهم هذه الأمور، فأنا بوضحها لهم، يعني بوضحها لهم. لا، ما هو احنا قلنا مشايخ الشخص المسبوق في مذهب مالك لا يجوز الاهتمام به، لا يجوز الاهتمام به. ولو انت عملت كما يعمل الاخرون وحد اهتم بيك وقلت الله اكبر، رفعت صوتك بالتكبير، بطلت صلاتك وصلاة من خلفك. ليه؟ لانهم يرون اتحاد النية بين الامام وبين المأموم. انت كنت مأموم، ايه اللي خلاك غيرت نيتك الى الامامة؟ فالتغيير النية مبطل للصلاة عندهم، عند المالكي، لكن عند الاخرين، عند الشافعية ما فيش مشكلة عندهم. المستخلف ليس يغير نية. نعم، المستخلف يعني يكون كان داخل الصلاة مأموم والامام بيحدث له عذر، فبيستخلف. ده في حالة ضرورة، في حالة الايه؟ في حالة ضرورة. في حالة ضرورة لازم الشخص المستخلف ينوي صلاة المستخلف، الشخص الذي استخلف ينبغي أن ينوي نية الايه؟ الإمام. ده فرض عندي، احنا مر بنا من حوالي أسبوع. نعم. أي هو أراد أداء الركعات البعيدة، أي هل هو ألم أن يأتي بالركعة الثلاث الأول اللي فاتوه؟ نعم عليه أن يأتي بالركعات الثلاث اللي فاتوه. سيأتي بالركعة الثالثة أولا. أيوة، ويجلس. لا، شوف دي مسألة برضو نوضحها برضو. شخص أدرك الإمام في الركعة الرابعة كملكي، كمذهب ملك، يعمل إيه؟ يقوم يجيب ركعة بفتحة وسورة ويجلس للتشهد، يجلس ليه؟ عشان لأن أنت لو صليت لوحدك بعد ركعتين هتشهد، فأنت أدركت ركعة مع الإمام. صحيح جلست معاه التشهد الاخير، ده غصب عنك جلست معاه، لكن انت لم تاتي الا بركعه ايه؟ واحده. في هذه الحاله تقوم تجيب ركعه وايه؟ تجلس التشهد، ركعه بفتحه وسوره. ثم تقوم فتاتي بركعه بفتحه وسوره وركعه بفتحه بس. خدين بالكم الحكايه دي؟ ودي بيسموها ايه؟ صلاة الحبلة.
صلاة الإيه؟ إيه صلاة الحبلة؟ يعني تبدأ بالفاتحة وتنتهي بالإيه؟ بالفاتحة، وفي الوسط فاتحة وصورة وفاتحة وصورة. نقولها تاني؟ كويس اللي أخونا نبهنا ليها. شخص أدرك الإمام في الركعة الأخيرة يعمل إيه؟ قلنا طبعاً هو حيقرأ مع الفاتحة ويسلم الإمام، ويقوم هو يجيب ركعة بفتحة وصورة ويجلس لإيه؟ للتشهد، لأنها تعتبر ثاني ركعة بالنسبة له. بعد كده يقوم يجيب إيه؟ ركعتين، الأولى بفتحة وصورة والثانية بإيه؟ بفتحة بس، ويجلس لإيه؟ للتشهد الأخير. وبذلك يكون إيه؟ الفتحة، بدأ صلاته بفتحة وانتهى بإيه؟ بفاتحة، وفي الوسط فتحة وإيه؟ وصورة. لا لا، الشافعي على رواية الإتمام بأتمه. تعتبر نفسك أنك أنت الصلاة بها دي آخر صلاتك، وآخر الصلاة كلها بالفتحة عند الشافعي، آخر الصلاة كلها بالفتحة. إن أدركت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة تأتي بالباقي كله بإيه؟ بفاتحة بفاتحة بفاتحة. خلي بالك، كما قلنا الإمام الشافعي يرى أنك أنت بتتمم صلاتك وتتمتها في النهايات كلها كل إيه؟ بفتحة. بينما المالكية يرون وجود الإيه؟ القضاء والإتمام، والحنفية كمان يرون القضاء فقط. فيعني المسائل دي عاوزة يقظة، عاوزة ويقظة. نعم، قول إيه؟ لا 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 لا، عند المالكية وعند الحنفية لازم تأتي بها كما فعلها الإمام. أيوه، كما فعلها الإمام. أما عند الشافعية فتأتي بركعتين سرا، لأن آخر صلاتك، تأتي بفاتحة فقط سرا، لأن آخر إيه؟ آخر صلاتك هذه. أيوة سيد، لا ما فيش مشكلة إمامة المتنفل بمن يصلي فرضا، حتى المالكية أجازوها. لكن المشكلة في صلاة المفترض خلف الإيه؟ المتنفل، دي المشكلة. ليه؟ لأن الشافعية أجازوها ومعهم دليل قوي، المالكية لم يجيزوا صلاة المفترض خلف الإيه؟ المتنفل، للواقعة بتاعت سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في المسجد النبوي، ثم يأتي إلى قوم بني سلمة فيصلي بهم العشاء. الصلاة هناك إيه؟ فرض، وصلاة هنا إيه؟ والناس كانوا يصلون بصلاته، أي فيصلون بصلاته، صلاة فرض خلف إيه؟ هذا هو دليل الإمام الشافعي في جواز صلاة الفرض خلف الإيه؟ خلف النفل. دليل قوي طبعا، دليل قوي، إحنا دليل قوي. لكن المالكية يرون أن فيه اختلاف في النية، لازم شرط أن يكون المأموم مساويا للإمام في النية وفي نفس الصلاة. مر بينا هذا الكلام الدرس اللي فات. لا، اقول لك النافله امر خفيف، امرها خفيف، النافله امر خفيف، لك يعني ان تصليها خلف مفترض ما فيش مشكله. انا لكن المشكل هو في صلاه الايه؟ الفرض خلف الايه؟ خلف النفل. نعم يا سيدي. نعم يا سيد، والمالكية عندهم دليل أقوى من دليل الشافعي. حضرتك أنت هات الصور التي أتى بها البخاري ومسلم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتجد كل من ذكر وحكى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. كل الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم كلها إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإحرام قال الحمد لله رب العالمين. فيها أحاديث وردت في بعض السنن على أن كان يقولها سرا، كان يقول بسم الله سرا، لكن الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم كلها كانت بإيه؟ كان بعد تكبير الإحرام يقول الحمد لله إيه؟ رب العالمين. فهذا هو أقوى دليل عند الإمام إيه؟ عند الإمام مالك. على حال هو بيعتبر الصلوات الأخيرة كلها عنده إتمام، عملية الإتمام. هو على حال عنده 3 ركعات والفاتحة وصورة، الفاتحة بس مطالب بالفاتحة بس في ركعتين الأخيرتين، فإذا هو في النهاية دي 3 ركعات دول يختار منهم ركعة يجي بها فاتحة وصورة والركعتين بالفاتحة. كما قلت لكم المسألة يا مشايخ كل من له دليله، والدليل كل واحد له دليل قوي برضه، كل واحد له دليل قوي، فإحنا مطمئنين إن شاء الله لأن كل أئمتنا على حق، لكن وجهات نظرهم اختلفت من دليل إلى دليل إلى دليل. فالمهم أنك أنت كطالب علم ينبغي لك أن تكون على دراية بهذا.